بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن كنا قد انتهينا من مدرسة كتاب الإبداع العلمي، فنحن في هذه الليلة لن نذهب بعيدا عن الإبداع، بل سنسلط الضوء على حياة وإنجاز شخص تميز بالإبداع بكل المعاني الدقيقة لكلمة الإبداع. وهذا العلامة الجليل المبدع يعني كان الكلام في حقه دين، في الحقيقة دينا لما نوفي به، فمن ثم اغتنم هذه الفرصة لنحاول، لا أقول الوفاء بحقه هو، لكن أقول قبل الوفاء بحقه كعالم جليل ومجدد ومبدع، حقنا نحن وحق طلبة العلم في أن يعرفوا قدر هذا الرجل وأن ينزلوه وينزل مصنفاته المنزلة اللائقة بها، لأنها مصنفات متميزة جدا ولا بد من الانتفاع بها إلى أقصى درجة لشدة الحاجة لما فيها من العلم ويعني الهدى. فنحن نحاول أن نقضي حقنا كطلبة علم، نعيش ما زلنا على ظهر الأرض، قبل أن نقول أننا نحاول أن نوفي حق هذا العالم الذي هو الآن في بطن الأرض، لكنه وإن كان قد رحل منذ شهر المحرم سنة 1429، إلا أنه ما رحل إذ مصنفاته تملأ الدنيا والله الحمد وينتفع بها القاصي والداني. وفي الحقيقة أن هذا الجيل بالذات يجب أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، حيث بث الله سبحانه وتعالى ثلة مباركة من علماء أهل السنة في آفاق الأرض، يعني كان غرسها مباركا في حياتها، ثم انتفع أيضا بهم انتفاعا عظيما بعد رحيلهم. فمن نعمة الله علينا أن أكرمنا بهذا الجيل الفريد المتميز من العلماء والمحققين، الذين وإن كانوا يعني إن كانوا تركوا الدنيا وغدروها، لكنهم باقون بعلمهم وآثارهم، كالعلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وغيرهم من أئمة الهدى الذين أقفرت الأرض في الحقيقة بعد رحيلهم، ولكن يعني الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى أن ينشأ أيضا من المجددين ومن أنصار السنة والمنهج الحق من يعني يعيد تجديد سيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله، أو الحب في الله أوثق عرى الإيمان. فالحب في الله هو أوثق عرى الإيمان. هذه عبادة عظيمة جدا، يعني قل من ينتبه إليه من الناس، وهي أنك تستطيع أن ترجو وأن تؤمل أن تلحق بأولئك الأبرار في دار القرار وإن لم تعاصرهم أو لم ترهم، وذلك عن طريق الحب، أن تحبهم. فالمرء مع من أحب، كما يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولا يعمل عملهم، هو أقل منهم في العمل، فقال له: أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. فقال الراوي: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر،
وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل عملهم. فبالمحبة والولاء. لذلك قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو محبا، ولا تكن الرابعة فتهلك. الرابعة الذي يعادي أهل العلم، فإما عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، فتنال بهذه المحبة التي هي عبادة من أسهل العبادات ومن أدل العبادات على الإيمان، بل على كمال الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلنلحق هذا الرجل المبارك والعلامة الجليل المبدع المتميز المتفرد في كل ما صنف وفي كل ما كتب، فلنلحقه بالسلسلة المباركة التي كنا شرعنا فيها من قبل، وهي أحب هذا الرجل. تكلمنا من قبل عن العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى، فلنلحق هذا الشخص الذي هو حق الناس بفعلا، أو هو جدير بهذا اللقب، لقب رائد الإبداع التصنيفي، رائد الإبداع التصنيفي، وهو أيضا بحق ابن قيم عصرنا. من يقول من هو؟ طبعا كلمة إجماع، كله بيقول الشيخ العلامة الكبير بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. المتأمل لسيرة العلامة المتفنن المبدع الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يجد فيه مثالا حيا للتوازن والإنجاز. الحقيقة صفة يعني أنموذج من نماذج الإنسان الذي دخل الدنيا من باب وخرج منها من باب، ككل كما يفعل كل البشر، لكن هو ترك بصمة قوية جدا في أثناء رحلته التي تبدأ بالميلاد وتنتهي بالوفاة. كثير من الناس يدخلون الدنيا ويخرجون منها كما دخلوها، لا لهم ولا عليهم، ولم يتركوا أي بصمة. أما أمثال هذا الإمام الجليل فقد طبع بصمة قوية جدا في المجال العلمي والمجال الإبداع في التصنيف بالذات بصورة لا ينكرها إلا مكابر في الحقيقة. فهو كان يتميز بالتوازن وبالإنجاز، ولابد أن نحترم الشخص الذي ينجز. يعني العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو لم يشتت نفسه في كل أنواع الخيرات، أبواب الخير كثيرة، لكن العبرة أن الإنسان يحاول أن يكتشف ما المجال الذي يتوافق مع ويتناسب مع إمكانياته ومع شخصيته والذي يستطيع أن يبدع فيه ينجز. فالألباني ممكن كثير من مجالاته، ومنها مجالات علمية هو لم يتوسع فيها توسعا كبيرا، لكنه رحمه الله تعالى ركز في هدف محدد، وهو تقريب مشروع عمره. مشروع عمر الألباني كله كان تقريب السنة بين يدي الأمة. فمن ثم الشيخ الألباني ركز تركيزا شديدا على هذا الجانب، وأنجز إنجازات وخطا عظيمة جدا بالنسبة لعمره المبارك، وبالتالي خدم أو وفى بما كان يطمح إليه. فنجاح الإنسان في أن ينجز ما كان يطمح إليه. الشيخ الألباني لا شك أنه مجدد من المجددين، هذا ما يجادل فيها أيضا إلا مكابر جاحد، لكن في الحقيقة هو مجدد في علم الحديث والسنة، لأنه ركز في شيء محدد لم يتشتت، ودي دائما سمات الإنسان يعني الناجح. كذلك العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى فعلا أنجز إنجازا رائعا، ولم يغادر الدنيا إلا وقد طبع فيها بصمته المتميزة الإبداعية المتفردة، يعني غير التقليدية. هذه الصفة من الأهمية بمكان التوازن والإنجاز، خاصة في هذا الزمان. فالشيخ في مجالات كثيرة دخل في مجالات عدة وأنجز كما ذكرنا. فالشيخ تزوج وأنجب وأثمر أبناء صالحين إن شاء الله تعالى، أيضا تدرج في السلك التعليمي حتى حصل على درجة العالمية العالية، العالمية العالية اللي هي ما يسمى بالدكتوراه، لكن الشيخ له موقف شديد من استعمال كلمة دكتور. وكان من نصائح الشيخ رحمه الله تعالى ألا يبدأ طالب علم بالنشر إلا بعد هذه الدرجة، بعد ما ينال درجة الدكتوراه. ولذلك الشيخ مكث مدة كبيرة من عمره كاملا غير ظاهر. هذه الفترة في عمره واضح جدا من ثماره التي أتت بعد، متوافرة متلاحقة عميقة، تدل على أنه كان في هذا الوقت الطويل الذي يعني عاشه
لم يعني يظهر على ظهورا إعلاميا، كان هناك، كان في أعماق بحر العلم يغوص ويستخرج القلائق والدرر والجواهر، إلى أن أخذ هو بالفعل درجة الدكتوراه أو العالمية العالية، وبالتالي بدأ في إصدار كتبه. فهو لم يتسرع في التأليف أو في التصنيف إلا بعد أن امتثل هذه النصيحة التي قدمها للآخرين، وهي أن الإنسان لا يصنف إلا بعد الوصول إلى هذه الدرجة من العلم، درجة العالمية العالية. فالشيخ تخرج عام 1388 في كلية الشريعة بالرياض، كان منتسبا لكلية الشريعة، ومع ذلك كان ترتيبه الأول على دفعته. وانتقل في سنة 1384 إلى المدينة النبوية، فعمل أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية. ما زال الشيخ ينتقل من منصب إلى آخر، عين أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية سنة 1384، ثم اختير للقضاء بعد تخرجه في الجامعة سنة 1388، ودرس في المسجد النبوي قرابة 10 سنوات، ثم صار إماما وخطيبا في المسجد النبوي، ثم اختير وكيلا لوزارة العدل، ثم اختير عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء، ثم عمل رئيسا لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، مع عضويته في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، مع مشاركته في عدد من اللجان والمؤتمرات داخل وخارج بلاد الحرمين الشريفين، ودرس في المعهد العالي للقضاء وفي الدراسات العليا في كلية الشريعة بالرياض، مع إنتاجه المتميز والمحرر في عطاءاته كافة. الشيخ في مجال التأليف متميز جدا، كان له مشاركة في مجالات عدة، سواء كان بالتحقيق أو بالتأليف، في العقيدة والحديث والفقه، وبخاصة النوازل والدعوة والفكر واللغة والسلوك والأدب والتاريخ والأنساب والمعارف العامة. وما زالت بعض كتب الشيخ مخطوطة لم تطبع حتى الآن. كل هذا مع إبداع علمي يتميز بالاستقراء والتقصي، فلم يطغى فن على آخر، فله في كل بستان زهرة. أيضا من مما تميز به الشيخ رحمه الله رعايته للعمل العلمي الجماعي، كان يؤمن بالعمل الفريق الجمعي أو الجماعي في التصنيف، من خلال إصدار آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي، وكان له ما يسمى بمشروع العمر أو مشاريع العمر. فهناك مشاريع كان الشيخ قد بذل نفسه ووفر جهده وحياته لها، مما أمكن الوقوف عليه مشروع التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل الذي طبع منه الجزء الأول. قال عنه: أما بعد، فهذا كتاب أراه من مشاريع العمر، سميته التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل. الشيخ من الصفات العجيبة جدا في الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى صفة الغيرة، كان دائما الدافع وراء كثير من إنجازاته يعني ارتفاع حرارة الغيرة في قلبه. كان غيورا على التوحيد، غيورا على الحرمات، غيورا على أعراض المسلمين، غيورا على نساء وبنات المسلمين، غيورا على لغة القرآن، غيورا على طلبة العلم من التخبط، غيورا على أهل العلم من الانجرار وراء الألقاب والتسميات التغريبية، غيورا على ناشئة المسلمين من التربي في أحضان المدارس العالمية، غيورا على ألسنة المسلمين من التفوه بما لا يجوز ولا يليق، غيورا على منهج السلف، غيورا على الأمة من التحزب والتفرق، غيورا على أعراض العلماء والدعاء. في الحقيقة هذه المادة هي عبارة عن مقالة مفصلة للشيخ محمد بن عبد الله الذياب، مع إضافات يسيرة أثناء تناولها. يقول: كان الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله مجموعة من التخصصات اجتمعت في رجل، فهو الفقيه والأصولي واللغوي والنسابة والمحدث والأديب والمؤلف المعتز بعربيته لغة القرآن
المدافع عن التوحيد والسنة. كان الشيخ رحمه الله صاحب مواقف عظيمة، فلم يدع مجالا يهم المسلمين وأهل العلم وطلبته صغارا وكبارا إلا وطرقه مؤلفا وموجها وصادعا بالحق ومبينا الصواب كما يراه، ومحذرا من المخاطر بنظرة العالم الخبير المشفق الحريص على دينه وأمته ولغته وناشئة المسلمين وأعراض المسلمات وأهل العلم. فجاءت مؤلفاته شاملة حاوية لعديد من العلوم، مراعيا فيها حاجة وواقع المسلمين ونوازل الأمة. خاض الشيخ رحمه الله بقلمه في مدينة متعددة، نافح فيها عن التوحيد والعقيدة بالإبطال ودرء الفتنة، ونصر السنة بالتحديث، ورد على المحرفين بالبراءة والتحريف والتحذير. هذه أسماء كتب للشيخ. وأصل هذا الجانب الذي لم يكن فيه بادئا بالرد على المخالف، ووقف في وجه أهل التغريب ومدعي تحرير المرأة بالحراسة، حراسة الفضيلة، وألقم أصحاب التفسيق والتبديع بالتصنيف، وربى وأدب صغار وكبار طلبة العلم بالحلية، وحفظ الألسنة من التفوه بالمحرم والمكروه بماذا؟ ها؟ أحسنت، معجم المناهي اللفظية، كتاب مهم جدا، معجم المناهي اللفظية، وحذر أهل العلم وهم شامة الناس وروادهم من الانجرار خلف الألقاب العلمية التغريبية بالتعريب، تعريب الألقاب العلمية، وأفاد الأمة بنوازله، فقه النوازل، وأجاد وبرع في جمع مؤلفات المذهب، مذهب الحنبلي، وأصوله وفقهائه ورموزه بموسوعته الرائعة المدخل المفصل، وجعل الداعين والمتضرعين في مأمن من البدع والمحدثات في هذه العبادة الجليلة بتصحيح الدعاء، وكشف زيد الدخلاء على العلم بإيه؟ تعالم. نلاحظ بعض العلماء يتميز أن حياته في الغالب بتدور حول شخصية محددة، هناك شخصيات مشتركة بين جميع الناس، يعني مثل ابن تيمية، مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، بيبقى في ناس بتتقمص يعني ابن تيمية، وتحس إذا ذكر اسمه يذكر معه ابن تيمية، زي مثلا كتير جدا طبعا، مثلا عندنا هنا العلامة الدكتور مصطفى حلمي له قصص مع ابن تيمية، وهو من عشاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله دور في الارتباط اسمه بمنهج ابن تيمية السلفي. طيب الدكتور عبد العظيم الديب، أحسنت، كتاب إيه بقى؟ مفيش حاجة أهم؟ كفاية الطالب، نعم، أحسنت، جزاك الله خير. الدكتور عبد العظيم الديب وهو تلميذ العلامة الكبير الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، الحقيقة لما اقرأ بس مقدمة الكتاب بتاع الجويني في الفقه، مجرد اقرأ مقدمة مجلد ضخم، دي المقدمة فقط، الإنسان يعجب أن يوجد في هذا العصر إنسان يكون على هذا المستوى من العلم، يعني تعجب كيف يعيش في عصرنا، هل عصرنا ما زال فيه أناس مثل هؤلاء الجبال؟ هذا ليس الدعوة، أنا بس بقولها ليه؟ لأن الحقيقة بعض الإخوة الفضلاء الذين يحسنون الظن بطلاب العلم بدأوا يعني أو من زمان وهم بيتطوعون، والكلام مش بفلوس، فيش مشكلة، يتطوعون أدام بيحبوا واحد ينزلوا عليه الألقاب الفخمة، حتى يعني إيه، لقد هزلت حتى بدا كلاها من هزالها وسامها كل مفلس. المفلسين من العلم أمثالنا، تجد الإخوة الذين المخدوعين فيهم يبدأ العلامة الرحالة الكذا، ويعني إيه، مش بفلوس، لكن استعملت هذه الألقاب في غير موضعها بصورة أهانت اللقب العلمي نفسه، إن فيه نوع من الاندفاع العاطفي، وأنا أعذر هؤلاء إن كان لهم من عذر المجازفة في مثل في الثناء على من يحبونه من إخوانهم، إن ذا عذره أنه لم يرى علماء حقيقيين، ده العذر الحقيقي فعلا، يعني هذا لم يرى علماء على الحقيقة حتى يجازف الإنسان ويقعد يعطي الألقاب، ده أعلم
أهل البلد الفلانية وده العلامة كذا، والكلام الكبير اللي ما يقلش غير على ناس تستحقه طبعا. فنجد العجب من الإخوة في مثل هذه المجازفات، فعذرهم أنهم لم يروا علماء بالحقيقة، لو كانوا رأوا علماء ما كانوا يتجرؤون على مثل هذه المجازفات الشنيعة. فواحد زي الدكتور عبد العظيم الديب ده يعني شخصية عجيبة جدا، وهو له قصة جميلة أوي بالنسبة لكتاب الكتاب في اللي هو كتاب العمر. هو وقف حياته على دراسة الإمام الجويني وأبدع أيام إبداع في الحقيقة. أنا مش عايز أخرج عن الموضوع، نحاول فيما بعد إن شاء الله نقف وقفة مع الدكتور عبد العظيم الديب، وهو علم من أعلام هذا العصر ومن المفاخر الذين تفاخر به مصر العالم وتفاخر التاريخ وتفاخر ناس كتير. لماذا؟ لأنه إنجاز ضخم جدا، يعني إذا قرن اسمه إذا أطلق اسمه يقترن بالإيه؟ بالجويني، وأبدع أعظم إبداع في كل مجال كتب فيه أو تكلم فيه. الدكتور عبد العظيم الديب قصته أنه كان لما جاء يعمل الرسالة بتاعته، الدراسات العليا بتاعته، فكان هيعمل الرسالة في إيه؟ في حاجة في الاقتصاد الإسلامي، وكان العلامة الكبير الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى، يعني كان الأستاذ المشرف على الدكتور عبد العظيم الديب تلميذ لمين؟ للعلامة أبي زهرة. هو مش سلفي بس طبعا إمام، ما في أحد ينكر مقام الجليل لأبي زهرة وغيرته على الشريعة الإسلامية. فقال له أنا عندي شاب هنا وعايز يعمل رسالة دكتوراه في إيه؟ قال له في إيه؟ قال له في الاقتصاد الإسلامي. قال له حذاري، كان هو خايف أن الدراسات في ذلك الوقت النصير الاشتراكي موجهة لخدمة الإيه؟ التحريف المفاهيم الاقتصادية الإسلامية اللي تمشي في ركاب الاشتراكية. فقال له لا، حيخلوه يقول كذا ويعمل كذا، أنا لا أوافق، ما بتخلوش يعمل الرسالة دي. فطبعا هو كان حريصا، فالشيخ بتاعه كان بيقول له إيه في التليفون، قال له هذا شاب متحنث، متحنث يعني رجل عابد ومستقيم ومخلص الدين، مش من الجماعة إياهم دول. فقال له لا ما يعملها. الأستاذ بتاعه قال اعتذر بقى للدكتور عبد العظيم ديب وقال له أنا هذا شيخي ولا أملك أن أخالف شيخي، كلمة الشيخ أبو زهرة عندي مثل السيف على رقبتي، لا يمكن أبدا أن أخالف شيخي حتى لو كان لي رأي آخر. فمن ثم توجه لدراسة الإيه؟ الإمام الحرمين الجويني. على الأحوال ده استطراد، ودي موضوع يستحق الحقيقة أن ندرسه بعناية، ارتباط الدكتور عبد العظيم الديب حفظه الله تعالى بالجويني وما أفرزته. فيعني الشيء لما نعود لموضوعنا، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى اسمه ارتبط ارتباطا وثيقا بمين؟ بابن قيم الجوزية، ومن شدة هذا الالتصاق سمي بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ابن قيم العصر، ابن قيم عصرنا. وهو كان عنده وفاء شديد جدا لمن أفاده، فمن أعظم من استفاد منه طبعا لشكل الإمام ابن القيم، ومن ثم وفاء بحق ابن القيم أعاد تحقيق وخدمة كل تراث ابن القيم. لدرجة أحد أساتذته كان مؤلف كتابا في الـ في الـ في, الـ في الاقتصاد الإسلامي أو حول مفاهيم الربا، فأصر على أن يعيد يقوم على خدمة هذا الكتاب ويطبعه وفاء لشيخه. هو صدر المقدمة قال هذا وفاء لشيخي، أنه أحيا كتابه حتى يجدد له يعني الثواب حين ينتفع به طلبة العلم. يقول لما كان شيخ الإسلام الثاني والإمام الرباني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى صاحب تآليف متميزة وأساليب مشرقة وأطروحات مبرزة، عاش الشيخ أبو بكر رحمه الله معه ربحا من الزمن متأملا ودارسا ومحققا ومنقبا ومقربا لعلومه. فشخص كابن القيم يستحق دراسات متعددة ومتنوعة، فعاش معه الشيخ رحمه الله سنين عديدة أو سنين عددا. قال الشيخ متحدثا عن ذلك كما في كتابه الرائع تقريب علوم ابن القيم، قال وقد عشت مع ابن قيم الجوزية رحمه الله زمنا مديدا بقراءة عامة مؤلفاته المطبوعة. وده الإنصاف، لما يجي إنسان يتكلم عن حد لابد أن تحيط بكل جوانب شخصيته، لأن عندنا مذهب متطرف في داخل السلفيين
ان لو حد مسك على عالم العلماء غلطة كل العالم ده ايه يجحد وتشطب عليه تماما. يبقى العالم الفلاني اه ده بتاع الموضوع الفلاني ده اتكلم في الصبحة وقال الصبحة مش بدعة. العالم الفلاني الذي يتكلم في المسألة الفلانية وأخطأ فيها، فهو كل الشخص يساوي عنده فقط هذا الخطأ. فسنأتي بمزيد من التوضيح لهذه الجزئية بالذات. يقول الشيخ بكر: عشت مع ابن قيم الجوزية رحمه الله زمنا مديدا بقراءة عامة مؤلفاته المطبوعة البالغ عددها فيما وصل إلي علمه 32 مؤلفا، منها ما يتكون من مجلدات، ومنها الرسالة في عدد من الملازم، ومنها بين ذلك. وقد من الله علي بقراءتها جميعا في زمن متصل، ومنها ما سبقت قراءته في أوائل الطلب. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. تخصص به، ركز على هدف محدد، تخصص به وتخرج على يديه بعد معيشته معه سنوات أخرى في العالمية، فأخرج مؤلفا متميزا جمعه من كلام ابن القيم سماه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم. ثم لم يكتفي بذلك، وكيف لمن علت همته وتطلعت للمعالي نفسه أن يقف عند حد في طلب العلم الشرعي، فعاش سنوات أخرى مع ابن القيم حتى أخرج درة نفيسة وسمها بأحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية، فنال بها ما يجب أن يطلق عليه بعيدا عن بهرجة الألقاب وتغري بها درجة العالمية العالية. اللي عندنا الأزهري بنطقها العالمية، الشهادة العالمية، لا مش العالمية، مش فتح اللام، هي الإيه؟ العالمية العالية، وهي ما تعرف في الأوساط الأكاديمية بالدكتوراه. وغدا الشيخ بكر رحمه الله متخصصا في ابن القيم رحمه الله تعالى، فقام بتقريب علومه بدرته البديعة، تقريب علوم ابن القيم، وألف عنه مؤلفا متميزا جمع فيه شذرات ودررا من سيرته وحصر مؤلفاته، فكثير ممن جاء بعده يحيلون على ما كتبه الشيخ بكر عن ابن القيم، وهذا من إنصافهم جزاهم الله خيرا. ووسم كتابه لابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده، وهو مطبوع بدار العاصمة، ووعد الشيخ بأنه سيخرج في طبعة جديدة تكون ضمن مشروع آثار ابن قيم، أو سيخرج نفس الكتاب في طبعة جديدة تكون ضمن مشروع آثار ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال، وذلك في الطبعة القادمة لوجود زيادات وإضافات عنده على الطبعة الأولى. ثم اندخل الكلام على معالم في مؤلفات وشخصية الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: لقد كان الشيخ بكر رحمه الله يتمتع ويتميز بمجموعة من الصفات في مؤلفاته وشخصيته وقفنا عليها من خلال ترجماته اليسيرة وما سمعناه وقرأناه عنه قبل وبعد وفاته، فمن تلك المعالم والصفات البارزة في مؤلفات الشيخ. الشيخ بكر من المؤلفين أو من المصنفين الذين إذا رأيت اسمه على الكتاب تقتني الكتاب دون أن تعرف موضوعه، لأنك تكون أنت الخسران لو ما اشتريتش الكتاب ده. ما دام اسمه على الكتاب أكيد في حاجة جديدة لابد أن تستفيد، مش هيكون قص ولزق ولا هيكون كلام تقليدي حتى لو كان موضوع قد طرق من قبل مرارا، فهو متميز جدا في قضية الإبداع، لابد أن يأتي بجديد. يشبه عالم من علماء الأزهر الكبار القمم، طبعا الدكتور عمس فاشق متميز جدا، لكن أقصد حد تاني من الجيل اللي قبل كده. أيوة الشيخ محمد عبد الله دراز أيضا عجيب جدا في عملية الإبداع، يعني أي قضية يتناولها لابد أن يأتي فيها بجديد، يبدع ولا يبتدع، طبعا يبدع. لما تقرأوا له كتبه حاجة شيء مذهل. إيه اللي تميز به الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى؟ يعني ها طبعا، لكن في حاجة أهم إذا ذكر اسمه تذكر معه دستور الأخلاق في القرآن، اللي هي رسالة الدكتوراه التي في جامعة السربون في فرنسا، وهو كتبها بالفرنسية لأنه ذهب هناك وأتقن اللغة الفرنسية جدا. ويقول عنه أستاذنا العلامة الكبير الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله، يقول أنه أول من تكلم في الإعجاز الأخلاقي في القرآن،
الإعجاز الأخلاقي في القرآن في رسالته العظيمة دستور الأخلاق في القرآن الكريم. فالشيخ كان يعني متميزا جدا في مؤلفاته، فأول ملامح مصنفاته التميز. فأخذ الشيخ بكر على نفسه أن يكون متميزا في طرحه ومؤلفاته، ابتداء من إيه؟ التميز عنده ابتداء من الغلاف بتاع الكتب، ابتداء من الغلاف. يعني لا يمكن تجد غلاف الشيخ بكر هو حاجة من الاثنين، إما مجلد يا إما ورق عادي غطاء عادي كرتون، لا تجد أبدا للرسومات والورد والكلام اللي بيعملوه الإخوة الناشرين دول، اللي هو بيشي بتفاهة الموضوع في أحوال كثيرة جدا. لا، ما فيش بقى الزخرفة والأشكال والكلام الكثير، ما فيش خطوط معقدة، لأن طبعا دور النشر بترتكب الحقيقة أخطاء شنيعة جدا في الساعات في عملية النشر. يعني هتجد الرسومات بقى اللي هي غاية في السذاجة، غاية في السذاجة. مش عايز أفصل طبعا، أن ده حديث لوحده اللي بيحصل من دور النشر في الإساءة للتراث والإساءة للكتب العلمية، الورد والأحمر والأصفر والأخضر والكعبلة اللي بيعملوها دي، بحيث أنها في الغالب بتقترن يعني سطحية الموضوع المحتوى الداخلي أو الإساءة لكتب التراث كما يحصل أحيانا. فنجد الخطوط المعقدة، مثلا اسم الكتاب في حد عاقل، أنا عايز أوصل رسالة إعلامية مثلا الناس، اختار خط كوفي مثلا معقد غاية التعقيد، غاية التعقيد. يعني انت عايز توصل رسالة على تقعد انت تفك رموز كأنها كلام هيروغليفي، انواع من الخطوط المعقدة، بدل ما توصل رسالة بتضع عراقيل امامها. يعني انا عندي كتاب مثلا طبي باللغة العربية كتبه احد الاساتذة الكبار جدا في حوالين السكر، اشتريت الكتاب لانه بيتكلم عن الجديد في مرض السكر، فكتاب قيم جدا، ولكن جميع العناوين في الكتاب مكتوبة بخط في غاية التعقيد، لدرجة أن يستثار الإنسان عصبيا لما يحاول يقرأ فيه ما قدرش أكمله. ليه؟ لأن الخط لازم أقعد أفك الرموز اللي قدامي دي، فاء ولا قاف ولا عين ولا مش تعرفش تقرأ الخط. طيب لماذا في العناوين، في العناوين حد يعني الخطأ في العناوين هو من أشنع أنواع الأخطاء. ساعات نجد لحن، دول بقى اللي هم المؤلفين اللي بتوع اخر الزمان، المصنفين في اخر الزمان، تجد اللحن على الغلاف من الخارج، يقول لك لابو عبد الله محمد ابن احمد الكذا مثلا، لابو عبد الله، يا راجل دي تجر تريلا وراها اللام دي، لابو عبد الله دي يعني حاجه تشك الودن. لو انسان عنده ذوق لغوي، ذوق لغوي، يعني هذا شيء صادم، ابو عبد الله وهكذا كاتب العنوان. فطبعا الانسان لما بيلاقي واحد لا يدخل اللغة العربية لا أثق في علمه إطلاقا، لا يمكن أخذ منه علم. لا ده انسى العلامات الترقيم والهمزات والحاجات دي، لا لا انسى دي خلاص انتهى زمانها يعني. لكن أنا بتكلم على وفي أخطاء بشعة تكون موجودة في العناوين الحقيقة، فبتفقد إنسان الثقة. هنقرأ له إزاي ده نستفيد الإنسان؟ واحد مش عارف يرفع الفاعل ولا ينصب المنصوب ولا مش عارف حاجة في النحو، كيف يعني يلج في ساحة العلم الشرعي؟ هذه الشخصية الفذة التي نتدرسها هذه الليلة، أهم وأعظم ما يتميز به الدكتور أو الشيخ، بلاش الدكتور لأنه كان يحب لا يحب هذه الكلمة، العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، أنه من أعظم الفرسان المدافعين عن اللغة العربية والهوية الإسلامية. ولذلك لغة العربية لغة متميزة للغاية، لغة متميزة جدا. فكما قلنا مرارا، لا يمكن أن إذا فتشت في المكتبة الإسلامية لا يمكن عالما أن تجد عالما في القديم أو الحديث، مش هقول دارس اللغة العربية لأن دي كلمة قاصرة، لكن أقول غير متميز. لابد أن يكون أديبا ومتميزا بمعنى كلمة التميز. اللغة العربية مش أنك تقرأ كتاب في البلاغة أو النحو وكلمتين وانتهى كده عملت ما عليك، لازم اللغة العربية يكون فيه تميز، يكون لك أسلوبك الأدبي، بصمتك الأدبية، أسلوبك أنت. ودي طبعا بتأتي بالمران وبالممارسة وبالاطلاع على التراث القديم والحديث إلى آخره، حتى الشعر الجاهلي. فموضوع التميز في اللغة العربية هو جواز المرور إلى ساحة العلم الشرعي، من غيره ما ينفعش حد يدخل ساحة العلم أبدا ولا يسمح له. التميز في اللغة العربية، لو كان أمر بيدي كنت جعلت جنب كل كتاب لتحفيظ القرآن
مركز أو معهد لإيه؟ لتدريس اللغة العربية وتنمية الملكات الأدبية عند يعني الشباب وعند طلبة العلم. ساعات نلاقي أخطاء شديدة بالمرة، لما إحنا بنتكلم على أخطاء الناشرين، الخطوط المعقدة جدا بحيث أنها تسيء للكتاب وتنفر الإنسان، لأنه بيقعد يفك رموز وبينسى بقى القضية الكتاب ده اسمه إيه. الأمر الثاني، الكتب العلمية تجد فيها مثلا بيتكلم كتاب على الجنة أو النار، يروح جايب بستان كده جميل من البساتين أو الحدائق، يعني من الدنيا طبعا أكيد هو فعلا جميل بس خطأ. بيتكلم على الجنة بيقولك ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. يعني أنت عايز توصف الجنة فتروح جايب صورة من صور الجنان الأرضية، هذا عدوان على 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 الغيب. لماذا؟ لأن أنت عايز تقول أن الجنة بتاعت ربنا أحلى من الجنة دي أصلا لا تقارن بها، أو كذلك النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث القدسي أعددت فيها العباد الصالحين إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما حاولت أن تجتهد في تخيل النعيم في الجنة ففهمك قاصر ولن تصل. واضح؟ فازاي تيجي تتكلم في الجنة بتاعت الآخرة وتحط صورة جنة دنيوية أو نار كده عاملة إلى آخره؟ فهذا أيضا من عدوان الغيب. ساعات يجيب لك الشيطان يرسمه. واحد كده عامل كتاب اسمه إيه؟ ثلاثة بيوت لا يدخلها الشيطان، وعامل صورة ساذجة جدا، ساذجة زي رسوم الكاريكاتير، واحد داخل البيت ومش عارف بيقولش بسم الله أو بيقول بسم الله فالشيطان روح طالع لبرا، ورسم بقى الشيطان بإيه؟ بقرونه بشكل كده معين. طب الشيطان ده غيب، مين يقدر يقول شكل الشيطان إيه؟ هذا اعتداء على الغيب أيضا. في نفس الوقت أنت الكتاب ده لو واحد دخل بيه البيت لن تدخل الملائكة البيت، لأنه الغلاف عليه إيه؟ عليه هذه الصورة. يعني محتوى الكتاب يتعارض مع الغلاف أساسا. الصورة مرسومة باليد لإيه؟ للرجل كامل الهيئة وبيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان بيهرب خارج البيت. يعني مثلا، وده عدوان صارخ سواء في بعض المواقع في النت أو في بعض الكتب، يستعمل آيات القرآن كخلفية، وده إساءة شديدة جدا، قلة فقه. آيات القرآن خلفية، يعني يعمل الأرضية آية من صورة من القرآن الكريم والعنوان الرئيسي بارز وواضح جدا فوقها. هذا عدوان. واحد مؤلف مثلا في المنهج النبوي لتربية الأطفال وعمل في إحدى الطبعات الغلاف الأرضية بتاعته حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك إلى آخره، ده بس باهت يعني الخط إيه؟ ضعيف، وفوق منه العنوان واسم المؤلف إلى آخره. هذا عدوان، إن لا يمكن التعاون مع الكتاب والسنة أو النصوص الشريفة، نصوص الوحي أو الوحيين، بهذه الاستهانة. ما يبقاش شيء سنة وما يبقاش ديكور بتعمله زينة، وإن هو الخلفية المفروض أنه يكون له الصدارة والاحترام الأكبر. إنما تجيب آيات القرآن وصفحات القرآن الكريم، ساعات يحطوا صفحة من المصحف الشريف غير مقروءة، ما معمولة كده إيه؟ السطور كده يعني كلام خطوط كده معقدة شوية إيه للرمز للقرآن. هذا أيضا انتهاء القرآن الكريم. ما ينبغي أن يعني يسلك يعني مثل هذا أو يستعمل القرآن للإيه؟ للزينة. بسم زي إيه؟ هذا ينافي أيضا احترام، لأن هو بيحصل إيه؟ أما تتداول الكتاب، أنا وقعت هذا في أول كتاب عملته زمان كان اسمه استجيبوا لربكم، كان بيوزع في الجامعة، ثم بعد ذلك يعني نصحت فعلا لقيت النصيحة في محلها، فطبع بعد ذلك رغما عني، يعني ما كنت أعرف دار البشير في طنطا أو فروا إلى الله مثلا أو ففروا إلى الله. لا حاولت لا تستعمل النصوص ليه، لأنها تقول إيه اشتريت ففروا إلى الله. هو عندك مثلا استجيبوا لربكم بكام مثلا، يعني ايه في هتعرض اللفظ الشريف لنوع من الامتهان يعني. فاذا الشيخ بكر ابو زيد تلاحظ في كتبه اول شيء ان التميز في كل شيء متميز جدا، حتى من الاغلفه بتاعته، يعني بيكون غلاف ابيض. وحتى بعد موته ولله الحمد الاخوه لا يزالوا حتى الان بيحترمون وصيه الشيخ ومذهبه في هذا، غلاف ابيض صافي وخط ثلث او خط الثلث الرائع اللي هو اوضح الخطوط على الاطلاق. ها وبس كده، ما فيش اي شيء تاني. يقول اخذ الشيخ على نفسه ان يكون متميزا في طرحه ومؤلفاته
بدءا من اختياره نوع الخط الذي عرف به وتميزت به عناوين مؤلفاته وكتابة اسمه، وهو خط الثلث الرائع، وابتعاده في غالب مؤلفاته عن الأشكال والزخارف، والاقتصار على اللون الأسود ذي الخط الذهبي في جانب الكتاب إذا كان مجلدا، واللون الأبيض ذي الغلاف، والخط الأسود أو الأزرق أو الأحمر إن كان غلافا. كما امتازت أيضا بجودة الطباعة وحسن اختيار الخط والضبط بالشكل وقلة الأخطاء المطبعية. ومن جوانب التميز عند الشيخ تميزه في المقدمات التي يكتبها لبعض المؤلفات أو التحقيقات التي يطلب أصحابها من الشيخ كتابة تقديم لها لمكانته العلمية عند أهل العلم. ويكفي أن يوجد على طرة مؤلف اسم الشيخ بكر في تزكية المؤلف أو المحقق، وقد قام الشيخ بالتقديم لعدد ليس بالقليل من الكتب، من ذلك تقديمه لتفسير السعدي، تقديمه لكتاب الموافقات تحقيق الشيخ مشهور، تقديمه لكتاب كتب حذر منها العلماء، كتاب جيد جدا في مجلدين للشيخ مشهور سلمان، تقديمه لكتاب تقريب التهذيب لابن حجر، تقديمه وعنايته بكتاب فتح الله الحميد المجيد شرح كتاب التوحيد لحامد محمد محسن، تقديمه لكتاب خالص الجمان الذي جمعه الدكتور والشيخ سعود الشريم حفظ الله تعالى من كلام العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان في المناسك، تقديمه لكتاب التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي رسالة دكتوراه بإشراف الشيخ بكر، تقديمه وعنايته بكتاب بلغة الساغب وبغية الراغب لابن تيمية. يقول الأستاذ سعد الصميل والذي اعتنى بتفسير السعدي قال: بعد الفراغ من تحقيق الكتاب أعطيت الشيخ بكر نسخة من الكتاب قبل طباعته على أن ينظر فيه ويقوم بعمل مقدمة له، فمكث عنده مدة طويلة، ولما كلمته في ذلك قال لي: إن مسألة التقديم والكتابة لأي كتاب عندي ليست من أمر الهين، فإن من يريد أن يقدم لكتاب ما لابد أن يأتي بشيء جديد يفيد القارئ، وإلا فلا يتعب نفسه. وفعلا لما قرأت مقدمة الشيخ بكر لتفسير السعدي الطبعة الأولى في 4 مجلدات لمست ذلك، منها ما يتعلق بالتفسير نفسه وتاريخ معرفة الشيخ به وكونه التفسير الوحيد المطبوع كاملا لعالم نجدي، والثانية جانب العبادة والخشوع عند الشيخ السعدي رحمه الله كما حدثه به من رأى ذلك الموقف مباشرة من الشيخ السعدي رحمه الله. وهاتان الفائدتان مما لا يوجد عند من ترجم للشيخ السعدي حسب علمي واطلاعي أو ألف عنه سواء في رسائله العلمية أو غيرها. ومن ثم أصبحت كلما وقفت على كتاب قدم له الشيخ بكر رحمه الله أحاول أن أتلمس وجه التميز والجديد والمفيد من خلال تلك المقدمة فأخرج بعدد من الفوائد. وأحيل القارئ الكريم على مقدمات الكتب التالية مما دبجه الشيخ عليه رحمة الله: تقديمه الرائع لكتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع ضمن مجموعة مؤلفات وأثار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مجلد كبير حوى تراجم من كتب مطبوعة ومخطوطة عن شيخ الإسلام، فقدم الشيخ للكتاب بمقدمة بلغت نحو 30 صفحة رائعة، ومنها ما كتبه مقدما لكتاب الموافقات للشاطبي التي حققها الشيخ مشهور سلمان وطبعت في 6 مجلدات، فجاءت مقدمة الشيخ مدخلا حافلا يليق بالكتاب والعمل الذي بذل فيه المحقق جهدا مباركا. من خصائص الشيخ رحمه الله تعالى التميز في الأسلوب الراقي في الكتابة. يقول عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين يعني تواضعا منه شرح كتاب حلية طالب العلم للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، يقول في مقدمة هذا أو في أثناء الشرح يقول: إن كلامه في غالب كتبه يدل على تضلعه في اللغة العربية، والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا، حتى إنك لا تكاد تقول هذه الفصول كمقامات الحريري وهي معروفة.
أيضا قرأ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عددا من كتب الشيخ، وكان يثني على أسلوبه في الكتابة. يقول الشيخ محمد الموسى وهو مدير مكتب بيت الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول: وكان أي ابن باز رحمه الله يعجب كثيرا من أساليب أو يعجب كثيرا من أساليب صاحب المعالي العلامة الشيخ بكر أبو زيد، وكان يقول متعجبا: من أين يأتي الشيخ بكر بهذه الأساليب والتراكيب؟ من المعالم المتميزة والبارزة في كتابات الشيخ بكر رحمه الله جانب الغيرة، فغيرته على لغة القرآن اللغة العربية بارزة وظاهرة في طريقته وأسلوبه ومحافظته على الألفاظ والصياغات التي يكاد ينفرد بها، كذلك حرصه على تحذير أهل العلم من الانجرار خلف الألقاب المستوردة كلقب الماجستير والدكتوراه، والرمز بحرف دال قبيل الاسم على طرة الكتب والمؤلفات والمقالات، فألف رسالته الفريدة تعريب الألقاب العلمية. ثانيا، غيرته على ناشئة المسلمين من أن ينشأوا على أفكار ومبادئ منحرفة تؤثر فيهم وفي عقيدتهم وأخلاقهم عبر ما يلقى في تلك المدارس الأجنبية العالمية، فألف رسالته المدارس الأجنبية العالمية. ثالثا، غيرته على أعراض المسلمين ونسائهم على وجه الخصوص، فألف واحدا من أروع وأجمل وأوسع مؤلفاته قبولا وانتشارا، وهو كتابه الرائع حراسة الفضيلة الذي طبع منه حتى طبعته الرابعة 5000 نسخة كما ذكر ذلك الشيخ نفسه. رابعا، غيرته على أعراض العلماء والدعاة، فتصدى رحمه الله لتلك الفتنة بمؤلفه الرائع تصنيف الناس بين الظن واليقين. ومن براعة وورع الشيخ أنه لم يتعرض لأحد باسمه، بل نقد المسلك والطريقة وحذر منهما بأسلوب رفيع نفع الله به. ثالثا، ومن المعالم البارزة في شخصية الشيخ رحمه الله جانب العدل والإنصاف وشدة التثبت والتحري، مما يجلي هذا ما حصل منه مع أحد المشايخ عندما عرض عليه مسودة كتاب له فيه بعض الملاحظات التي جمعها على أحد الدعاة ممن له جهود ومؤلفات في نصرة الإسلام، يطلب من الشيخ بكر رأيه في الكتاب ومضمونه، وهل يناسب أن ينشر أو لا، وماذا يمكن أن يعدل فيه. فمكث الكتاب عند الشيخ بكر مدة طويلة، ثم أخرج الشيخ بكر ردا في نحو 4 ورقات فيها كلمات تربي على العدل والإنصاف والتثبت والتحري، فلم تمنعه معرفته القديمة بالدكتور صاحب الملاحظات من أن يتثبت مما جاء في مسودة كتابه، لأن المضمون كان فيه أشياء كبيرة وعظيمة في حق ذلك الداعية رحمه الله. فتأسف الشيخ بكر كيف أن علماء المسلمين لم ينتبهوا لكل هذه الأشياء سنين عددا، حتى جاء الشيخ بعد هذه السنوات فبينها وأظهرها، ثم ختم رسالته بذكر رأيه بعدم نشر الكتاب مع شدة الاعتذار عن التأخر تلك المدة. وسببه أن الشيخ بكر أعاد قراءة كتب ذلك الداعية محل الانتقاد مرات متنوعة. طبعا بعضكم أكيد فاهم التفاصيل دي، المقال اللي هي اسمها إيه؟ لا مش مهم، الرسالة اسمها إيه؟ أيوة، الخطاب الذهبي أو النصيحة الذهبية، خطاب الذهبي والله تعالى عنه. فالشاهد أنه أخر الكتاب عنده مدة كبيرة. ليه تأخر مدة كبيرة؟ لأنه قرأ بنفسه كل كتب هذا الشخص، هو الشيخ سيد قطب، الأستاذ سيد قطب رحمه الله، قرأ كل الكتب علشان فقط إيه يعني يقدر يعلق على الكتاب. ثم نصح في الآخر، نصح المؤلف بأنه إيه، أنه لا ينشر هذا الكتاب. يقول: ثم ختم رسالته بذكر رأيه بعدم نشر الكتاب مع شدة الاعتذار عن التأخر تلك المدة. وسببه أن الشيخ بكر أعاد قراءة كتب ذلك الداعية محل الانتقاد مرات متنوعة مع معرفته بها قديما، لكن لم يكن له عناية بكتابته مع حرص الناس عليها وانتشارها. ومن المعالم البارزة عند الشيخ جانب التواضع،
الذي هو من صفات العلماء الراسخين في العلم. وقد حصل الشيخ بكر على مراتب علمية أكاديمية متقدمة، فحصل على لقب العالمية والعالمية العالية كما يحب أن يطلق عليهما في كتاباته، وهما في المصطلح العلمي المعاصر الماجستير والدكتوراه. ومع هذا فلم يكن يصف نفسه ويقدم تلك الألقاب أمام اسمه عند طباعة كتبه، ولا يضع لفظة الدكتور ولا يرمز باختصارها حرف الدال، كما سبق أن له رسالة في علاج ونقد هذه الظاهرة وهي تعريب الألقاب العلمية. ومن تواضعه أنه كان يكتب على بعض مؤلفته عبارة بقلم، ثم بدأ له أن يتركها لسبب بيّنه في كتابه حراسة الفضيلة، حيث قال: كنت أكتب على مؤلفاتي بقلم من باب أنها أقل من كلمة تأليف، واقتداء ببعض من يشار إليه من أهل عصرنا، ثم تبين لي أن هذا الاستخدام مع تأخره هو من صنيع الكتاب الغربيين، فهو محدث وافد، وعندهم أيضا الاسم القلمي لما نسميه الاسم المستعار. ومما دل على تواضعه بل دقته رحمه الله أنه كان يكتب على مؤلفاته العبارات التالية، بعضها عبارة تأليف، ما قام هو بتأليف مثل كتاب تصحيح الدعاء وكتاب طبقات النسابين، وبعضها عبارة قرأه كما في كتاب الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، فإشارة إلى أن قرأه هي في منزلة أقل من إيه؟ تحقيق أو حققه. خامسا من المعالم البارزة في شخصيته علو الهمة في الترقي في مدارج العلم، فقد بدأ الشيخ دراساته الشرعية النظامية في كلية الشريعة فتخرج فيها وحصل على الترتيب الأول، ثم عين قاضيا في محكمة المدينة النبوية، ولم يقف عند هذا الحد مع ما في عمل القضاء من متاعب وصعوبات، فلم يثنه ذلك بل واصل دراسته وحصل على ما يحب أن يطلق عليه في كتاباته درجة العالمية أي الماجستير، وقدم أطروحته في جانب الرجل الذي أحبه وتخصص فيه الإمام ابن قيم الجوزية، وكان عنوان تلك الدراسة الحدود والتعزيرات عند ابن قيم الجوزية دراسة موازنة. وتعالت همة الشيخ مع علوها وتسامت مع سموها مكتسبة من ابن القيم قدوة، وانبعثت الآمال لمواصلة المسيرة في المجال نفسه، كما أفصح في مقدمة كتاب الذي عنون له به أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية دراسة موازنة. وواصل الشيخ بحوثه وإبداعاته في نشر العلم ما بين تأليف وتحقيق وعناية وإخراج لبعض الكتب في جوانب مختلفة من علوم الشريعة في مخاطبة لشرائح المجتمع بمختلف طبقاته، عامة، طلبة علم، مثقفون، علماء متخصصون. وإن الناظر في مسرد مؤلفات الشيخ يأخذه العجب من تلك الشمولية والتنوع في فنون متنوعة حباه الله إياها. ولم يقف عند هذا بل واصل في مجال خدمة العلم وتوجيه الطلاب عن طريق الإشراف على الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه، فقد أشرف على عدد من الرسائل وطبع شيء منها. أيضا أشرف على المشاريع العلمية القيمة التي أخرجها مجمع الفقه الإسلامي، منها آثار شيخ الإسلام وما لحقها من أعمال، طبع في 11 مجلدا. شارك الشيخ المؤلف يعد من آخر ما كتبه قبل مرضه الذي أقعده عن كثير من الأعمال، ومؤلفه ذلك سماه المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال. ثانيا آثار ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال، مطبوع في 18 مجلدا، قدم لها الشيخ أبو بكر بمقدمة ضافية حول هذا المشروع تهم طالب العلم. من ذلك أيضا ووفاء لشيخه المباشر العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كان من ضمن هذه المشروع أيضا آثار العلامة محمد الأمين الشنقيطي، طبع في 19 مجلدا، حوى آثار ومؤلفات ذلك العالم الذي أراد الشيخ بكر أن يرد شيئا من جميل ما حباه به من علم وأدب ووقت وإفادات حصلها وتلقاها على يديه مدة ملازمته التامة له عندما كان قاضيا في المدينة النبوية ما يقارب السنوات العشر.
فبر التلميذ بشيخه عليهما رحمة الله. أيضا من هذه المعالم صبر الشيخ وجلده على تلقي العلم وتحصيله. فالجمع في تحصيل العلم بين الدراسة النظامية في الكليات الشرعية وملازمة المشايخ في حلق العلم في دروسهم وفي المساجد قل من يصبر عليه. وقد كان الشيخ بكر رحمه الله ممن أخذ في هذا الباب وضرب فيه بحظ وافر، ولقد عرف واشتهر عنه ملازمته لشيخه الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فلم ينقطع عنه ولم يتخلف عن دروسه. يقول عنه الدكتور عبد الرحمن السديس في كتابه ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي معددا تلاميذ الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يقول: الشيخ بكر أبو زيد صاحب التصانيف الكثيرة الباحث المحقق لازم الشيخ رحمه الله 10 سنين ودرس عليه بعض مذكراته في الأصول وأداب البحث والمناظرة دروسا خاصة في المسجد وفي منزله رحمه الله، ودرس عليه كتابي ابن عبد البر القصد والأمم في معرفة أنساء العرب والعجم وأول من تكلم بالعربية من الأمم والإنباه على قبائل الرواة، وقيد عليهما بعض التحريرات من دروس الشيخ والنكات والضوابط العلمية. يقول الشيخ السديس أيضا: حدثني عبد الله، وهو ابن عم الإمام الحرم مش هو نفسه، حدثني عبد الله ابن الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله أن أباه اللي هو الشيخ الشنقيطي قال للشيخ بكر أبو زيد: ما أخذ عني علم الأنساب في هذه البلاد غيرك، ما أخذ عني علم الأنساب في هذه البلاد غيرك. وحدثني الشيخ الدكتور محمد الحبيب قال: لقد شاهدت الشيخ بكر أبو زيد يحضر حلقة الشيخ في التفسير في رمضان لم يتخلف يوما واحدا. أيضا من المعالم البارزة في شخصية العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى المعايشة والتفاعل مع الأحداث والواقع. يقول: واقع المسلمين متغير وتمر به نوازل وأحداث ووقائع متنوعة، بعضها يحتاج إنكارا وبعضها يحتاج توجيها وإرشادا، وبعضها يحتاج مؤلفا ودراسة ترد على أهل المنكر والباطل منكرهم وباطلهم، وتثبت أهل الإيمان وتزيد يقينهم وقناعتهم، وترد على أهل البدع بدعهم. فحركة الزمان لا تتوقف، والفتن تعصف وتتجدد بين وقت وآخر، فيرى ويسمع ما هو عجيب وجديد. وكان الشيخ بكر ابن عصره ورجل واقعه ومراقب أحداثه، فلم يكن بعيدا ولا منعزلا عن تلك الأحداث والنوازل التي تطل برأسها حينا بعد آخر، فكانت له مشاركات متنوعة ووقفات راشدة وسبر وتحليل لما يمر بالمجتمع، مع ما عرف عنه من عزلة وعدم رغبة في كثرة مخالطة الناس، لا ترفعا ولا تعاليا حاشاه، لكنه اختار طريقا رآه أنفع يجد نفسه فيه وينفع من خلاله. وهذه النقطة التي أشرنا إليها منذ بداية الكلام، إن أبواب الخير كثيرة جدا، فلو حال الإنسان أن ينجز فيها جميعها بتكون محصلة قليلة، لكن لو اكتشف أي مجال هو يستطيع أن ينجز فيه ويبدع فيه ويركز ولا يتشتت. ليس هذا تحقيرا لأبواب الخير الأخرى، لكن أن هذا هو الذي يستطيع أن يعني يبدع فيه. فبعض الإخوة بقى عايز يعني إيه كل أنواع الخير المفروض الإنسان يقوم بها كلها بلا استثناء، فهناك أبواب قل من يسدها وهناك أبواب أخرى سهل أن يسدها وناس كثيرون، فمن ثم لابد من الالتفات يعني إلى هذا. حتى في العلم مش كل أبواب العلم هتستطيع أنك تتخصص فيها، ولكن العلم في يعني يجب أن تفتش في نفسك ما هو المجال الذي إذا ركزت عليه سوف يعني تنجز. القاعدة أنك لن تعرف كل شيء عن كل شيء، فإن كنت لا تعرف أو لن تستطيع أن تعرف وتتعلم كل شيء عن كل شيء، حينئذ اعرف شيئا عن كل شيء، واعرف كل شيء عن شيء، اعرف شيئا من كل شيء. يعني العلوم الشرعية مثلا تكون في أرضية شاملة، تدرس الحديث والمصطلح واللغة العربية والفقه وأصول الفقه يعني لابد يكون في أرضية إيه
شاملة بلا ثقوب كما تكلمنا من قبل مرارا في هذا الموضوع، لابد من أرضية. ثم بعد ذلك تبدأ التركيز في مجال معين يعني تنجز فيه. فلن تستطيع أن تتعلم كل شيء عن كل شيء، واضح؟ فالحل إيه؟ اعرف شيئا عن كل شيء، واعرف كل شيء عن شيء، اللي هي التخصص الدقيق بقى. الأول تعرف شيء عن كل شيء اللي هي الأرضية في كل العلوم، ثم بعد ذلك تبدأ تركز في حاجة محددة، اعرف كل شيء عن إيه؟ عن شيء. ودي التخصص، مبدأ التخصص الذي هو مبدأ محترم جدا في العالم كله الآن، إن الإنسان يتخصص حتى لو في شيء دقيق جدا، لكن يكون هو العمدة والمرجع في مثل هذا يعني الشيء. فالشيخ رغم ما عرف عنه من عزلة وعدم رغبة في كثرة مخالطة الناس، لا ترفعا ولا تعاليا حاشاه، لكنه اختار طريقا رآه أنفع يجد نفسه فيه وينفع الأمة من خلاله. فكل ما يعطله هو بيسد باب على طول. يعني عمر ما ظهر مثلا في أجهزة الإعلام ما كانش شيخ بيظهر، ليه؟ لأنه هو مشغول بهدف محدد هو مركز عليه، والتركيز ده مهم جدا حتى ينجز الإنسان. يعني بعض الإخوة عايزين الشيوخ كتير جدا بيجي يكلموا الشيوخ الفضائيات وتظهروا، يعني الحمد لله الشيوخ الأفاضل في الفضائيات الإسلامية قائمين بالواجب الحمد لله على أكمل وجوه، لكن هذه المجالات لو فتحت أحد الشيوخ الكبار الأفاضل في الفضائيات كان بيقول عبارة، يعني بيقول كسبنا العوام وخسرنا طلبة العلم. فالشيخ في جيبي، أنا هجيبه بالريموت كنترول وأنا قاعد على السرير بيقلب من الشيخ ده للشيخ ده، مش هي ده طلب العلم. لكن بلا شك نحن لا نحقر البلاغ العام الذي يتم من خلال الفضائيات، ولا شك كان لها أثار عظيمة جدا على الدعوة وعلى يعني اقتراب الناس من الإخوة وإنمحاء أثار التشويه الإعلامي، إن الملتحين دول بتوع القنابل والشركات توظيف الأموال تنصب على الناس إلى آخر الصورة النمطية التي كان الإعلام يقدمها. الآن أصبح هناك معلاقة مباشرة مع الشيوخ الأفاضل بالنسبة لعوام الناس، الصورة اختلفت جدا. حتى في أزمة النقاب الأخيرة لأول مرة عموم الناس يسمعون أدلة على حكم النقاب في الإسلام لأول مرة، لأن الآن فيه يعني منابر يستطيع أن يتكلم منها هؤلاء الدعاء. لكن مش شرط أن يعني كل إنسان بيفتح عليه في مجال، فمن يصلح لهذا لا يصلح لذاك، واضح؟ في برنامج نور على الدرب عرض عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ثم عرض عليه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وكان الشيخ يعتذر. كان يعني حريصا جدا على الانجماع، انجماع على نفسه يعني عدم الاختلاط الكثير، لأنه يهدر الوقت ويصبح محبس الوقت في إيد الناس، يعني يفتحوه أو يقفلوه هم اللي يتحكموا في حياتك، فبالتالي مش أنت اللي عايشها، أنت تحدد أهداف مصارمة وفي غاية التحديد وتمضي في إنجازها، ومش كل من يعني يوقفك أو يعطلك أو يشغلك بشيء تنشغل به، لازم تشوف أن الشيء ده لا يتعارض مع الهدف الأساسي الذي تنجز فيه، وإلا سيضيع العمر. يعني الشيخ الألباني للتحقيقات الرائعة التي خدم بها السنة، هل لو الشيخ الألباني كان كثير الاختلاط بالناس كما يفعل الدعاء الذين فتح الله عليهم في مجال الاختلاط بالناس؟ أحد الشيوخ الأفاضل كان معي قريبا فبيقول لي أحد الناس الأفاضل للدعاء الكبار من الشباب، فبيقول لي أنا لو بعدت عن الاحتكاك بالإخوة أنا أكون مثل السمكة التي تموت إذا فرقت الماء. فهي في فتح، يعني يفتح الله كل إنسان بيقاله مجال معين يستطيع أن ينجز فيه يخدم. فأبواب الخير كثيرة ومتنوعة لا تنحصر في باب واحد، المهم أن كل إنسان يوظف نفسه فيما يستطيع أن ينفع فيه يعني المسلمين. في مرضه أيضا لم يكن يحب أن يتوافد الناس عليه وتكثر الجموع عنده في بيته أو في المستشفى، كل ذلك فرارا من الشهرة والأضواء، بل قيل عنه إنه كان عدو الشهرة. كان مشهور الشيخ بكر، مشهور بأنه عدو الشهرة رحمه الله، يرفضها ويدفعها ويهرب منها. ولعل اختياره رحمه الله تعالى المسجد الذي يصلى عليه فيه، كان موصي أن يصلى عليه في المسجد اللي هو بجوار بيته، وفي نفس الوقت يحصل مبادرة بتشيع الجثمان حتى لا يحصل تجمع كبير حتى في الجنازة،
يعني هو حريص على أن إيه ما يبقاش موضع انشغال الناس به والشهرة وهذه الأشياء. كان الشيخ مع ذلك يعيش عصره وواقعه مع انشغاله بأعماله العلمية الرسمية والشخصية، مع انشغاله بالعلم والتأليف والتحقيق والقراءة، ومع ذلك لم يكن غائبا لا تحرك فيه النوازل والأحداث والكيد والوقائع التي تمر ببلده أو بالمسلمين شيئا، فكانت كثير من مؤلفاته انعكاسا وأثرا لحدث أو مناسبة أو ظاهرة تحتاج منه وقفة وكلمة. مثلا لما قامت الحملة الجائرة على طلبة العلم والدعاء تصنيفا وتجريحا وتبديعا وتفسيقا، جماعة الجرح والتجريح، لما أشعلوا نار الفتنة في كل بقاع الدنيا ودفع الثمن من دم الدعوة في المهترات وهذه الأشياء، فتصدى لها الشيخ بكتابه تصنيف الناس بين الظن واليقين، تصنيف الناس بين الظن واليقين. ولما رفع دعاة تحرير المرأة عقيرتهم وأجلبوا بخيلهم ورجلهم في كلام على المرأة ووضعها في بلاد الحرمين، قام الشيخ قومة الشجاع النحرير صادعا بالحق وردا على أهل الباطل بمؤلفه القيم حراسة الفضيلة، حتى أطلق على الشيخ في حياته وفيما كتب عنه بعد مماته نثرا وشعرا حارس الفضيلة. وما ذاك إلا لما تركه كتابه من أثر نفع الله به نفعا كبيرا. ولما كثر التجني على بلاد الحرمين وضرب التغريب بأطنابه ورميت عن قوس واحدة والعولمة، أو كما أطلق عليها الشيخ في بعض كتبه الشوملة والكوكبة والعولمة على الأبواب ودق ناقوس الخطر من ذلك وغيره. هو في ملاحظة على كلمة ناقوس الخطر، لأن أصل ناقوس الخطر دي تقليد في الغرب بلاد النصرانية، إن لما كان بتحصل كارثة أو أي شيء عايزين يجمعوا الناس فيدقون ناقوس الخطر في الكنيسة، فالناس إيه ينتبهون ويجوا يشوفوا إيه اللي حصل، إيه الكارثة اللي حصل. زي ما عندنا إحنا مثلا الصلاة جامعة، فأخشى أن يكون تعبيرا كنسيا اللي هي ناقوس الخطر، الله أعلم. المهم قام الشيخ في الأمة بمؤلفه الرائع خصائص جزيرة العرب، ذاكرا الضمانات الهامة لحفظ هذه الجزيرة المباركة آخر معاقل الإسلام والتوحيد والسنة. ولما ثارت فتنة التكفير رد بكتابه النافع درء الفتنة عن أهل السنة. ولما رأى الخلط والتلبيس في الشرائع والدعاوى الجائرة على عقيدة التوحيد وشريعة الإسلام، وتكلم المنهزمون ودعاة التقريب بين الأديان، وقف سدا منيعا جاهرا بما يدين الله به مما هو الحق وسواه باطل، وأبطل تلك النظرية بصاعقته المرسلة وشهابه الثاقب كتاب الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. ولما رأى، وذلك في بدايات بروزه في مجال التأليف، التخبط والعثار الذي أصاب بعض طلبة العلم وعدم وضوح الرؤية أو المنهج العلمي، ألف رسالته حلية طالب العلم موجها ومربيا وناصحا ومرشدا. ولما رأى ظاهرة التعلق بالأسماء الأجنبية والغربية، ودب إلى جزيرة العرب أسماء أعلام لا تليق بمن يحملون دين الإسلام وينتسبون إليه، وزاحمت تلك الأسماء الوافدة الأسماء العربية الأصيلة، ولما لتلك الظاهرة من آثار ومساوئ دينية ونفسية آنية ومستقبلية على الناشئة وغيرهم، ألف رسالته القيمة تسمية المولود. ولما رأى الانبهار بالألقاب العلمية التغريبية والركض خلف تلك المسميات، أخرج رسالته تعريب الألقاب العلمية. ولما خشي على الألسنة من المحرم والمكروه، ورأى أن هذه الجارحة الخطيرة دب إليها المحرم وفاهت بالمكروه، واستمرأت التساهل وظهرت أسماء ومصطلحات غير لائقة، أخرج واحدا من أجمل وأبرز مؤلفاته وهو معجم المناهي اللفظية. وأما في مجال التخصص الفقهي وهو مجال الشيخ الرحب، فقد كان مؤسسا ومؤصلا ومشاركا في نوازل الأمة بكتابه فقه
النوازل الذي درس فيه عددا من المسائل النازلة التي لم توجد عند الأقدمين، فكان من أوائل من تكلم في هذه المسائل بما ألف فيها. وفي واحد من المجالات الخطيرة والهامة التي تحتاج شجاعة وعلما وفقها وطول تتبع واحتسابا وأمانة علمية، كان سدا منيعا في وجه المحرفين والعابثين والمعتدين على كتب التراث. فجمعت جهوده في هذا الباب في مؤلف كبير حوى عددا من الكتب، سماه الردود، والواقف عليه يرى فيه دقة وشمولية وطول نفس وغيره. وخاتمة المقال ومسكه أن المؤلف الذي يصح أن يقال عنه كل الصيد في جوف الفرع، هي أصلا الفرع هو حمار الوحش، فكل الصيد في جوف الفرع بتسهيل الهمزة، هي أصلا في جوف الإيه؟ الفرع اللي هو الحمار الوحش، فيراد بكلمة كله دونه يعني هذا مثل يضرب لمن يفضل على أقوام ولما يغني عن غيره، الشيء الذي يغني عن غيره ويتفوق على غيره يقال فيه هذا المثل كل الصيد في جوف الفرع. في أي مادة تبحث عنها في القاموس؟ مادة إيه؟ فرع ليه؟ لأن قلت لسه قايل إن الهمزة هنا مسهلة، هي الفرع فرع. يقول وخاتمة المقال ومسكه أن المؤلف الذي يصح أن يقال عنه كل الصيد في جوف الفرع، الخلاصة يعني من بين مؤلفات الشيخ في تقديري، والذي أوضح جوانب متنوعة في شخصيته وأفرز خبره وعلمه وعقليته وطول باعه وسعة اطلاعه وتمكنه من المذهب الحنبلي، هو كتابه المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد، ومتممه كتاب علماء الحنابلة من الإمام أحمد المتوفى سنة 41 و200 وحتى وفيات عام 20 و400 و1000. ختاما في الكلام على هذا العلم وهو تميز الشيخ في جانب التأليف والتحقيق، أقول لقد ترك الشيخ بكر رحمه الله للأمة إرثا عظيما وثروة قوامها 50 كتابا تقريبا، كتبها بعصارة جهده وأفرغ فيها خبرته وتجاربه وأوسعها علما وفقها وأدبا وبحثا وفوائد نادرة وطول باع وسعة اطلاع وتبحر قل أن يأتي مثله في زمان ضعفت فيه الهمم. فحري بمعاشر طلبة العلم ومحب الشيخ ومنهج السلف أن يشمروا تشميرين: الأول في تقصي وتتبع وجمع هذه المؤلفات وهي مبذولة موجودة في دور النشر وغيرها مما لم يطبع. التشمير الثاني، يبقى جمعوها أولا ثم الأهم بقى تشمير الجادين الشادين في قراءتها وتدريسها والإفادة منها في طريقة الشيخ وأسلوبه في التأليف وتميزه ومنهجيته العلمية بحثا وتأصيلا ودقة وأدبا وحسن عرض وإشراقة بيان. لقد كان الشيخ رحمه الله مدرسة علمت الكثير بسيرته وكتبه وكتاباته ومواقفه، وما زالت وستبقى بإذن الله. فلعل الفائدة المرجوة لم تأت وتتكامل بعد، فلعله بعد وفاته يعرف أكثر وتعرف قيمة مؤلفاته والمنهج الذي سار عليه ورسمه، فتتم الإفادة من قبل طلبة العلم وناشئة المسلمين والمؤلفين وغيرهم عليه رحمة الله. من مما قيل في رثاء العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ما كتبه بلال ابن إبراهيم بعد وفاة الشيخ، يقول: يا صاحي قف ألهبت قلبي بالخبر، وسقيتني جام المصيبة في الأثر، وأسلت ماء العين حتى خلته، مزن الفراق بمائه المر انهمر، أو تدري من ترثي إذا انسلخ الضحى، أو تدري من قد مات إذ قلت الخبر، الشيخ بكر ذو الوقار وذو التقى، عالم الهدى شيخ الشريعة والأثر،
آمنت بالرحمن جل قضاؤه، لله شأن في القضاء وفي القدر، لكنني أبكي العلوم شريفة، أبكي يمين الصدق واراها الحجر، أبكي رسائل كن أمنا وارفا، ريانة بالعلم حفلا بالدرر، أصلتها فصلتها حصلتها، لله درك كالمحيط إذا زخر، كنت المحدث والرسائل ثرة، تأصيل تخريج ونسخ مشتهر، كنت الفقيه ملكته بزمامه، شهدت مسائلك الحسان بما خطر، في حلية العلماء كنت موفقا، سفر التعالم كان دفعا للغرر، وبمدخل أصلت مذهب أحمد، والبلغة الحسناء كانت كالقمر. ممكن أن نمر بسرعة على يعني أسماء بعض كتب الشيخ، هي طبعا حوالي 50 مما طبع من مؤلفاته، حوالي 50 مؤلفا، من أهمها ابن القيم حياته وآثاره وموارده، التقريب لعلوم ابن القيم، فقه النوازل مجلدان، معجم المناهي اللفظية، طبقات النسابين، معرفة النسخ الحديثية، التحديث فيما لا يصح فيه حديث، حلية طالب العلم، التعالم، الرقابة على التراث، تعريب الألقاب العلمية، أداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، التراجم الذاتية من العزاب والعلماء وغيرهم، تسمية المولود، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني والرد على من خالفها، تصنيف الناس بين الظن واليقين، حكم الانتماء، هجر المبتدع، التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، خصائص جزيرة العرب، جزء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، جزء في زيارة النساء للقبور، بدع القراء، لا جديد في أحكام الصلاة، تحقيق كتاب الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث للعامري، تحقيق اختيارات ابن تيمية للبرهان ابن القيم، أذكار طرفي النهار، تحريف النصوص، المثامنة في العقار، آداب الهاتف، أدب الثوب والأزرة. يقول أيضا بعض العلماء في حق الشيخ رحمه الله تعالى إنه توفي بعد جهاد حافل بالطلب والقراءة والسماع ومزاحمة طلبة العلم والجثي بالركب بين أيدي العلماء الربانيين، ثم بعد أن نضج حكما وعلما قضى شطر عمره في التعليم والتربية والتأليف والتصنيف والدعوة إلى الله على بصيرة، وكرس جهده ووقته وعلمه في خدمة دينه داعيا إلى الله ومعلما الناس الخير وإماما في الدعوة والفكر، متميزا في عرضه ومنهجه، وخطيبا وباحثا وقاضيا ومفتيا ومؤلفا ومنافحا عن دين الله تبارك وتعالى. فقدت الأمة علما من أعلامها الشوامخ ونجما من نجومها الزاهرة التي اهتدى بها في دياجير الفتن المدلهمة كالتي تحدق بالأمة اليوم. كان رحمه الله لسان عدل يصدع بالحق وينافح عنه، وقلم صدق يفضح الترهات والانحرافات ويضحد الشبهات والمفتريات، ويفند الدجل والخرافات، ولا يخشى في الله لومة لائم. اقرأ من كتب الردود مثلا نظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان، والرد على المخالف شروطه وآدابه، وتحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال، وبراءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وانظر كتبه عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها، والتحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، وبدع القراء القديمة والمعاصرة إلى آخره، كما تصدى الشيخ لأباطيل الحضارة المعاصرة وشبهاتها كما في كتابه حراسة الفضيلة، والمدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية تاريخها ومخاطرها، والنظام العالمي الجديد والعولمة، التكتلات الإقليمية وآثارها. أيضا يذكر بعض يعني مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، أيضا يقول كان زاخر الإنتاج وازع العطاء، ترك لنا ثروة علمية جليلة القدر باقية الذكر عظيمة الأجر، تزيد عن 60 مؤلفا في شتى الفنون، علوم الشريعة واللغة العربية والتاريخ والتحقيق والمعارف العامة، تمتاز بالدقة في البحث والتجرد للحق والجزالة في الأسلوب وقوة البيان وسحره، كما تميز منهجه بالمعاصرة والتعرض للمشكلات الحديثة والمسائل المستجدة،
وله كتاب فقه النوازل 3 مجلدات فيه 15 قضية فقهية مستجدة من مثل التقنين والإلزام، المواضعة في الاصطلاح، أجهزة الإنعاش وعلامة الوفاة، طفل الأنابيب، خطاب الضمان البنكي ونحوها. أيضا طبعا فيها بحوث رائعة جدا مثل المرابحة وغير ذلك. فقه النوازل كتاب رائع الحقيقة. فهو عالم من أعلام السنة والفقه والفكر الإسلامي، وهو من أبرز أئمة الدعوة المعاصرين في الجزيرة، ويتميز منهجه الدعوي في التعامل مع الآخرين بالعدل في الحكم على المخالف والشهادة والاعتراف بما أحسن فيه وأجاد ووافق فيه الحق، وتحرير محل النزاع والابتعاد عن الإجمال والإبهام والتهويش على المخالف، وحسن الظن بالمسلم وحمل كلامه على ما أراد دون تحميل كلامه ما لا يحتمل، والحرص على أن يكون القصد من الحوار جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم والمحافظة على بقاء الولاء والمناصرة. هذا مجمل منهج الشيخ في الدعوة والحوار والتعامل مع المخالفين، وإنه لمنهج أصيل حكيم موزون رسم الشيخ خطوطه العريضة ومعالمه الهادية بدقة ووضوح. لو أخذ به شباب الدعوة وأهلها لصانوا الدعوة من التشقق والتصدع وبلغوا بها غايتها بحسب السنن الإلهية. إن العطاء الباهر والإنتاج الزاخر الذي ورثه الشيخ لم يأتي من فراغ، خاصة أن الشيخ لم يعمر طويلا، فهو لم يتجاوز 64، وإنما جاء ثمرة كد واجتهاد وطريق طويل حافل وصبر عجيب بالنسبة لأبناء هذا الزمان في الطلب، وأخلاق عالية وشمائل كريمة أسس بنيانها أسرة ملتزمة مؤمنة ذات ثراء ونسب عريق عاش في أحضانها ودرج في مرابعها الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد من قبيلة بني زيد القضاعية المشهورة في حاضرة الوشب وعالية نجد. يعني بذكر هؤلاء الصالحين إن شاء الله تعالى تتنزل الرحمة، ونحن لم نقصد الوفاء بحق الشيخ علينا رحمه الله تعالى بالدرجة الأولى، هذا حق لا شك، لكن أساسا لنلتفت إلى قيمة تراث هذا الرجل المبدع الذي خلف تراثا لا يستغني عنه على الإطلاق طالب علم، فرحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته ونور له في قبره وأفسح له فيه ونفعنا بعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.